غادرت بعثة النادي الأهلي مطار ليبروفيل عاصمة الجابون ظهر اليوم في طريقها إلى القاهرة بعد تخطي مونانا الجابوني، ومن المنتظر أن تصل البعثة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. واستقلت بعثة الأهلي الطائرة من مطار ليبروفيل وستصل منه إلى مطار ياوندي بالكاميرون ثم أديس أبابا للبقاء ترانزيت ثم توجه بعدها إلى القاهرة. وجه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس بعثة فريق الكرة في الجابون الشكر إلى السفير أحمد بكر سفير مصر في الجابون على هامش حفل العشاء الذي أقامه السفير في منزله أمس بحضور الفريق. وقام قنديل بإهداء السفير درع وعلم النادي الأهلي تقديرا للمجهود الذي بذلته السفارة المصرية في الجابون طيلة فترة إقامة الفريق. ومن جانبه وجه السفير أحمد بكر كلمة قصيرة على هامش الحفل حيث وجه الشكر إلى جميع اللاعبين بعد الفوز والتأهل لدور المجموعات متمنيا تتويج الفريق بالبطولة. ونتابع تصريحات طارق قنديل والسفير أحمد بكر في التقرير التالي. كل الشكر لمعالي السفير أحمد بكر على الاستضافة الجميلة اللي حدثت من ساعة ما جينا موصلنا للجابون. استقبال وحفاوة غير طبيعية، اهتمام بينا كل يوم معانا في الفندق قبل الماتش، قاعد يتابع معانا وبعد الماتش كل الترتيبات اللي هي راحة الجهاز واللعيبة، حسسنا ان احنا في مصر. فكل الشكر لمعالي السفير، وبعدين وزودها كمان باستضافة العشاء اللي حضرناه، فشكر الحرم والمصون والمعاليه، وان شاء الله دايما كده يبقى خير ممثلين لينا في الجابون وبعد كده ان شاء الله في اي الدول اللي هتحركوا فيها. فسعداء جدا كلنا بالكرم الحاتمي اللي احنا قابلناه سواء في البلد منكم او هنا، وشاكرين جدا والحمد لله ربنا توجها كمان بفوز جميل. فنيابة عن البعثة كلها بشكر معاليك ودايما ان شاء الله في تقدم ودايما حافظ اسم مصر في البلد. الله يكرمك. شكرا. ان شاء الله. اولا الف مبروك على الفوز المستحق، ودي يعني اكتر حاجة اثلجت صدرنا ان احنا ولو بنسبة صغيرة جدا قدرنا نساهم في المجهود الكبير اللي قام به هذا النادي العظيم والعريق. الحقيقة ان احنا ما حسناش باي قلق او اي نوع من انواع المضايقة خالص، بالعكس انتوا كان مروركم علينا كان مرور الطيف، كانت حاجة جميلة جدا، وحسينا ان احنا وسط اهلنا، وبالعكس يعني الايام عدت بسرعة وتوجت هذه الفترة بأفراح وبنجاح وبانتصارات. بصراحة المجموعة اللي جت مجموعة كلها منتقاة، سواء الجهاز اللعيبة او الجهاز الفني او الاداري، كلهم ناس عمالقة كبيرة جدا بنسمع عنهم من زمان، وبصراحة يعني دي قيمة النادي الأهلي وده عظمته. وبنتمنى لكم، بنتمنى للنادي الأهلي ونتمنى للرياضة المصرية بوجه عام كل التوفيق وكل الازدهار، وإن شاء الله كده نوفق كمان في كأس العالم 2018. نيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي، لو يتقبل مننا بس معالي السفير بعض الحاجات الرمزية. دي حاجة جميلة.
قدم السفير أحمد بكر سفير مصر في الجابون بالتنسيق مع طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي مفاجأة لحسام البدري المدير الفني للفريق بالاحتفال بعيد ميلاده عقب انتهاء حفل العشاء الذي أقامه السفير في منزله. ووجه البدري الشكر للسفير المصري في الجابون على تلك اللفتة الطيبة وعلى كافة جهوده مع الفريق منذ اليوم الأول بالجابون.